هل البرنامج اللي هو رحلة توثيقية، هو احنا بنتكلم على توثيق، هيورينا مصر اخرى، هنشوف اماكن ما عرفناهاش، لانه في حلقات توثيقيه كتير قوي اتعملت وافلام عن الاماكن المعروفه في مصر وعن الشخصيات كمان اللي ذكرت، نجيب محفوظ، يعني جمال حمدان، صلاح جاهين. ايه الزاويه الجديده، زاويه المعالجه، وهل انا ممكن اشوف فترات تاريخيه جديده، اسماء جديده، اماكن لم يعرفها المصريون من قبل؟ صحيح. كل ده هيبقى موجود. سواء الاماكن، غششنا حاجه كده، قول لنا حاجه كده، غششنا حلقه منها. اول هو في جزء ليه علاقه بمدخل الشخصيه نفسها. يعني في العادي انا مثلا انا عامل كتاب عن صلاح جاهين، فطول الوقت انت عارف عنه كم هائل من المعلومات، قاري اعماله الكامله، وبالتالي فانت محتاج تلخص ده على الهواء في تلت ساعه. حلو. فهي كانت الفكره كلها انك هتعمل شويه تفاصيل ليه علاقه بتفاصيل مش معروفه قوي عن صلاح جاهين. فهتبتدي مثلا من ميدان احمد حلمي. طب ايه علاقه بقى صلاح جاهين بان انا ابتدي الحلقه من ميدان احمد حلمي؟ هنقول ليه، لان احنا في ميدان احمد حلمي هنا، احمد حلمي ده هو جد صلاح جاهين. محدش عارف المعلومه دي خالص. فهنبتدي. وبعدين مين احمد حلمي اصلا؟ يعني ده برضه معلومه مش بنعدي عليه كل يوم. هو ميدان، هو اسمه ميدان. احمد حلمي ده صحفي كبير جدا، وكان زميل الزعيم مصطفى كامل، وحد يعني كان من الحركه الوطنيه المصريه. هي دي اللي انا بتكلم فيها، اللي انا قلته من شويه، انه البرنامج بيحاول يعني يلقي الضوء على معلومات وعلى تاريخ ربما مجهول عند البعض، وربما ترتيب المعلومات وترتيبية المعلومات دي مهمة برضو، عشان أحيانا يمكن المعلومات الكتير قوي اللي مش مترتبة بتضيع. صحيح. محمد، سؤاله لمحمد توفيق، أنا آسف أن أنا قطعته، أنه إيه الجديد؟ إيه المختلف؟ في عشرات البرامج وعشرات الأفلام التوثيقية اللي قدمت شخصيات زي صلاح جاهين، زي نجيب محفوظ، زي جمال حمدان، زي غيره من الأسماء اللي احنا اشتغلنا عليها في السيزون الأولاني من البرنامج. إلا أنه إيه الجديد عند إيه الجديد الجديد عندنا في ظن، يعني أنه الشخص ده مع المكان ده مع الزمن ده في الخلطة دي بنطلع منها بحاجة مختلفة. هو ده ده الجديد، هنتابعه بقى في حلقات البرنامج. بس هرجع ل... مش هتحرق لي بحاول معاه حاجه. محمود شرف انا عارفه، انا بعرف كده، هم الشعراء صعبين دايما. محمد قبل ما منهم ما تاخدش حق، محمود بيعترف. محمد من قبل اول قلم حس ان انا خلاص. استاذ محمد، هرجع لكلمه حضرتك قلتها، هي فكره ان انت بتلخص معلومات كتير قوي. الملخص ده محتاج مذاكره صحيح. كتير قوي صحيح. عشان تعرف تخرج بالمعلومات السليمه والمؤثره والمهمه. خلينا نقولها بالكلمه البسيطه، المذاكره. يعني صحيح. فكره المراجعه والمذاكره، وكل شخصيه دي وراها تاريخ كبير جدا ومعلومات كتير جدا، مش بس عن الشخصيه، عن الاماكن وعن يمكن الاحداث اللي كانت موجوده حواليها و و و فكره البحث واختيار المعلومات وازاي تعرضها، دي كنت بتعملها ازاي؟ بص حضرتك، انا بالاساس انا كاتب صحفي، فالبحث جزء رئيسي من الشغلانه بتاعتي. انا عندي 16 كتاب، فمسألة منهم شخصيات من اللي احنا معانا في الحلقات انا كاتب عنهم كتب ما شاء الله. ومثلا الخال الابنودي جزء من الحلقات بتاعتنا، انا عامل عنه كتاب وكان عندي علاقه بيه ممتده لسنوات. فانت محتاج تلخص كل ده، بالاضافه ان استاذ محمود شرف قبله. فاحنا محتاجين في العصف الذهني نوصل لخلطه جديده تطلع عن الابنودي اللي هو المفروض مصر كلها عارفاه، اللي هو مين ما يعرفش الخال. فطول الوقت كانت المدخل ان انت هتقعد تدور على تفصيله، على طريقه، انا عشان ما احرقش، عشان حضرتك عارف، على طريقه واخدين قرار ما تحرقوش اي حاجه، على طريقه ميدان احمد حلمي كده. ان انا هبتدي من مساحه، هو ايه اللي هي علاقه صلاح جاهين بانك بتبتدي حلقتك من ميدان احمد حلمي؟ هتعرف ان ميدان احمد حلمي ده على بعد 200 متر من بيت احمد حلمي اللي كان عايش فيه صلاح جاهين واتولد فيه. جميل. وان البيت ده اتولد فيه بليغ حمدي بالمناسبه برضه. ربطت المكان بالشخصيه على طول. بالظبط. فلما هتاخد دول وتروح بيهم مسرح العرايس، هتلاقي انه صلاح جاهين من اسباب تاسيس مسرح العرايس في مصر. حلو. وتحكي قصه بناء مسرح العرايس، وتحكي قصه مسرح العرايس نفسه، مش ارتباطا بصلاح جاهين.